حلقة جديدة من شير، أهلا بكم. تابع فيها لحضراتكم آخر وأهم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم. بطبيعة الحال حضراتكم دايما مدعوين للمشاركة معنا في برنامجنا عبر صفحة قناة الشرق على فيسبوك أو عبر صفحة البرنامج على فيسبوك أيضا. كمان تقدروا تتابعوا البث الحي للقناة على مدار اليوم من خلال بوابة الشرق الشرق.org. فاصل قصير وإليكم التفاصيل. أهلا بكم من جديد. يبدو أن الثورة السودانية بدأت تصل إلى نقطة فاصلة. الشعب السوداني الآن يحتفل بما أسماه البعض اتفاق المصالحة. البعض يحتفل، البعض يتساءل، هل هي بداية توافق أم أنها شرارة خلاف جديد ما بين المجلس العسكري والقوى الثورية في الشارع السوداني؟ والصور بدأت تغزو مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السلام المترقب أو هذه النظرات ما بين حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري اللي وقع الاتفاق نيابة عن المجلس العسكري، وكذلك مبعوث القوى الثورية والشارع السوداني، والاتفاق اللي حصل أو اللي حدث بشراكة ووساطة أفريقية وكذلك أثيوبية. بعض من بنود هذه الاتفاق وصفحات الاتفاق الكثيرة بدأ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تم تداولها ما بين النشطاء السودانيين والعرب. أما عن أهم ما قيل في شأن هذا الاتفاق، الوسيط الأفريقي محمد الحسن قال عن هذا الاتفاق: شهدنا التوقيع على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان. يقول كمان: الاتفاق يشكل نقطة حاسمة في إطار التوافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان. أخيرا، الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية يسطر عهدا جديدا لمستقبل السودان بعد الثورة التي استطاعت أن تغير الحكم في السودان وتقيل عمر حسن البشير بعد عقود من الفساد والسيطرة على السياسة والحياة في دولة السودان. هاشتاج السودان يعود لتصدر الترند في الوطن العربي بعد التدوينات حتى الآن، ومتوقع الزيادة تجاوز 50,000 تدوينة. نتوقع زيادة التدوينات في الوقت القريب. حمزة بيقول: لحظات تاريخية يمر بها السودان الآن، اللهم لا تخيب مسعاهم، تحت نفس الهاشتاج وموضوع الاتفاق ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. يغود بيقول: أثبتت الثورة أن العمق الحقيقي للسودان هو العمق الأفريقي، ولن ينسى الشعب السوداني أن أفريقيا وقفت بجانبها وقت الشدة. المبعوث الأثيوبي محمود برير يبكي مرتين أثناء خطابه عن الشعب السوداني: شكرا لأثيوبيا الشقيقة شعبا وحكومة، وشكرا للقارة الأفريقية. فيما تداول البعض صورة المبعوث الأثيوبي أثناء بكائه لحظة الاتفاق. أما الزين بيقول: السودان بداية البداية، نص خطوة غايته فرحة، إلا سواء اختلفنا أم اتفقنا هي السياسة بكل خباثتها وهو فن الممكن. الطريق طويل والثورة سلوك وفعل مستمر. رتبنا الخريطة اللي بتودي، ادينا الخاطر يا نورة والدم قصاده الدم، ما بنقبل الدية. هكذا عبر الزين وود حامد عن هذا الاتفاق، وأن الشعب السوداني مستمر في ثورته حتى يتحقق القصاص من القتلة. أخيرا مدنية بيقول: سنظل نحلم بالمدنية الكاملة حتى نحققها. شكرا إثيوبيا، شكرا أفريقيا. وصورة جمعت الشارع السوداني مع الشهداء الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات والثورة السودانية. فاصل وهنكمل فقرات شير. أهلا بكم من جديد. المملكة العربية السعودية واللي بتشهد الفترة الأخيرة تغير تام وكلي وجذري في السياسات الحاكمة للمملكة العربية السعودية، فيما وصفوا البعض بأنه خريف المملكة. خريف المملكة واللي بدأ هذا الخريف مع وصول الشاب محمد بن سلمان إلى ولاية العهد. مجموعة من القوانين ومجموعة
من التغيرات طرأت على المجتمع وسياسة الدولة الداخلية والخارجية، ربما بيبررها البعض بالتدهور والفشل السياسي والاقتصادي اللي بتشهده المملكة العربية السعودية خلال عامين من حكم محمد بن سلمان. الفشل اقتصاديا من خلال تراجع اقتصاد البلاد واختناق المواطن بالضرائب وارتفاع الأسعار وتعرض الشركات الكبرى لخسائر فادحة. أما الصورة الدينية والاجتماعية في المجتمع فحصل حالة من الانفلات والانحلال الأخلاقي مع بداية ظهور البارات والمراقص، وأيضا حظر المناشط الدعوية واعتقال المشايخ، أيضا تدهور سياسي من خلال تخبط العلاقات الخارجية وتحول الأصدقاء إلى أعداء، عسكريا الغرق في حروب زي حرب اليمن والحروب الداخلية والخارجية، أخيرا حقوقيا كبت الأصوات واعتقال الصامتين وتعذيب النساء والمشايخ والصحفيين. هذه هي الخريطة وهذا هو الوضع في المملكة العربية السعودية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وكأن بعض الشركات والمجتمع التجاري السعودي على وشك مجموعة من الخطوات التي أسماها البعض خطوات إفلاسية، إفلاس تجاري يعصف بالمملكة العربية السعودية. تقريبا 215 قضية إفلاس خلال سنتين، و 26% من هذه القضايا استحوذ عليها قطاع المقاولات. أما عدد القضايا على حسب المدن، 141 قضية في الرياض، 44 قضية في جدة، 28 قضية في الدمام. أيضا في إطار هذه السياسات الفاشلة اللي بيقوم بها محمد بن سلمان، نجد أيضا انتشار بعض المخالفات اللي بيراها أهل السعودية أنها جديدة على المجتمع السعودي، زي مثلا السعودية تدخل عهد الملاهي الليلية. فاكرين الخبر اللي قالوا بعدها أنه خبر غير صحيح، وهو الملهى الحلال في جدة؟ السعودية والخبر على لسان شركة وايد جدة أو الملهى الليلي واللي هيبقى اسمه وايد جدة واللي تابع إلى مركز أو مجموعة الملاهي العالمية وايد، الافتتاح هيكون فقط يوم الأربع والسبت، والتوقيت هيكون من 9 مساء لاثنين صباحا. أما الفقرات اللي هتقدم في هذا الملهى هتكون رأس وأغاني وتدخين. هذا يعني أن البلد أو الدولة أو حكومة محمد بن سلمان ماضية في إفساد البلاد، لا تراعي الصورة الإسلامية للبلاد، وكذلك لا تراعي حتى قرب المقدسات من هذه الأماكن. أخيرا التمهيد تدريجيا للسماح بالعري والخمور، وهذه الصورة يتم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي والمغردين السعوديين. إذن هناك مشكلة قانونية لدى محمد بن سلمان، أن التوقيت التي ستعمل فيه هذه الملاهي من 9 مساء وحتى 2 صباحا، وقانون المملكة العربية السعودية ينص على أن المحلات وكل المؤسسات تغلق أبوابها الساعة 9 مساء. لذلك خلال الساعات اللي فاتت أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح المحلات 24 ساعة فقط من أجل عيون هيئة الترفيه زي ما وصف البعض. هيئة الترفيه واللي علقت على الخبر وقالت قرار افتتاح المحلات 24 ساعة يساهم بشكل كبير في صناعة تنمية مستدامة ويزيد من خيارات تمكين الشباب السعودي للعمل في قطاع الترفيه. ونزلوا انفوجراف بيقولوا أن هذه الخطوة فيها إيجابيات زي توفير خيارات ترفيهية، خلق فرص عمل، تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، تحسين الاستثمار، أخيرا دعم المؤسسات الناشئة الصغيرة. مش بس هيئة الترفيه اللي احتفلت بالخبر، تركي الشيخ أيضا رئيس هيئة الترفيه في تغريدة قال قرار السماح للأنشطة التجارية بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة يسهم في تعزيز مساهمة قطاع الترفيه في الاقتصاد الوطني وازدهار فرصة العمل والتنافسية بين الشركات وزيادة جاذبية الاستثمار. وكأن
القطاع الترفيه هو الشيء اللي هيعيد للاستثمار للسياحة وآسف للاقتصاد قوته ويجذب السياح والمستثمرين، وكأن الاقتصاد السعودي فقط أصبح منصب وقائم على هيئة الترفيه، جدل في المجتمع السعودي بسبب القرار، البعض مؤيد والبعض رافض. من المؤيدين سعيد الشهراني بيقول لا تسمحون لهم بأن يحجبون عقولكم عن الحقيقة. هاشتاج افتتاح المحلات 24 ساعة، سعيد نشر فيديو بيعبر فيه عن رأيه وليه بيأيد قرار افتتاح المحلات 24 ساعة. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. صدر أمس قرار افتتاح المحلات لمدة 24 ساعة وقامت الدنيا وقعدت، لا يجوز، يا ويلكم سنموت. أنا ما أدري افتتاح المحلات وقت الصلاة يشمل ولا ما يشمل، أنا أتمنى. أنا ما راح أتكلم اقتصاديا، بتكلم اجتماعيا. لما تكون موظف وتداوم الساعة 7:30، تخلص الساعة 2:30، ترجع البيت الساعة 3، تأخذ لك غفوة، تصحى تعبان قرفان، باقي على أذان المغرب 55 دقيقة، نروح السوق؟ لا والله ما يمدي بحكم مسافة الطريق وبحكم بعض المحلات تقفل بدري. صلينا المغرب وبعضهم يأخذوا نص ساعة عشان يفتحون، نروح السوق؟ لا والله ما يمدي. لكن لما تروحون دول خارجية ومثل ما أنا عايش في الإمارات، إذا باقي على الصلاة 20 دقيقة حادي أروح المول، أتقضى، خلص بعض أشغالي، أذن، أدخل مصلى، المصلى كله. إذن هكذا برر سعيد قرار افتتاح أو دوام العمل في المحلات لمدة 24 ساعة، إن المواطن السعودي بيجي تعبان من عمله وبينام فما بيلحقش يخش المحلات لقبل صلاة المغرب ولا حتى بعد صلاة العشاء. أما عبد الله النعيم بيقول، وعبد الله ليه رأي مخالف لهذا القرار، بيقول تشجيع السعودي لامتلاك أو العمل في المحلات ليتم بتحديد ساعات العمل والأجازة وليس بفتحها 24 ساعة. أعتقد أن القرار سوف يزيد من تنفير السعوديين من مهنة البائع، وفتح المحلات 24 ساعة بيزيد معاه نسبة السهر والتسكع الليلي. تدوينا كمان تحت نفس الموضوع، موضوع قرار المملكة بإطالة مدة العمل 24 ساعة، القارئ بيقول زيادة هدر الطاقة، زيادة أعباء الجهات الأمنية، زيادة التلوث البيئي، زيادة السهر في منكرات الترفيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول كمان وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. إذا كان المغررين على مواقع التواصل الاجتماعي اختلفوا ما بين المؤيد والمعارض، إلا إن هناك فئة من المجتمع السعودي رأيها بيتغير على حسب قرار ولي الأمر وعلى حسب سياسة المملكة وعلى حسب قرار الملك وابن الملك. منهم مثلا راشد الفوزان، راشد الفوزان واللي في 2016 قال إغلاق المحلات 9 مساء سيزيد التوطين خاصة للمرأة ويوفر الطاقة ويخفض الزحام ووقت للحياة الاجتماعية والتعود على حياة أكثر تنظيما بالإضافة إلى فرص أكبر. ده كان كلام راشد الفوزان في 2016، لكن مع قرار المملكة بفتح المحلات 24 ساعة خلينا نشوف كان رأي راشد الفوزان. بيقول السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة بمقابل مالي تجربة جديدة ستكون مهمة على أرض الواقع لمزيد من النمو الاقتصادي والتوظيف والترفيه، تجربة ستدفع المزيد للاقتصاد الوطني وللأهداف التي وضعت لها. يبقى معاهم مش بس الزهراني، كمان بعض الصحف زي صحيفة اليوم قالوا قرار إغلاق المحلات داعم للاقتصاد ويوفر العديد من الوظائف. ده كان رأيهم في 2016، أما النهاردة رأيهم تغير بالطبع مع تغير سياسة المملكة، وبقى السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة ينعش الأسواق ويخفض البطالة. هكذا تفاعل المغردين في المملكة العربية السعودية مع قرار المملكة فتح المحلات لمدة 24 ساعة. فاصل ونسأل مع بعض من هو فخر العرب الحقيقي. فخر العرب لقب أعطاه
الشعب المصري للنجم المصري محمد صلاح، واللقب تم حكر على النجم المصري محمد صلاح لمدة حوالي 3 سنوات. مفيش حد قادر في العرب كلهم ينازع محمد صلاح في هذا اللقب، لكن مع المستوى السيء اللي ظهر به المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا مصر 2019 وخروجه المهين، وكذلك بعض التصرفات اللي قام بيها محمد صلاح في الوقت اللي ظهر منتخب الجزائر بأداء مشرف جدا وظهر لاعبيه بأداء رائع، لا سيما النجم الجزائري رياض محرز واللي بيحترف في نفس الدوري اللي بيلعب فيه محمد صلاح، بل في الفريق اللي أخد الدوري من ليفربول، الفريق اللي بيلعب فيه محمد صلاح، بدأ سؤال يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة: من هو فخر العرب؟ خصوصا مع تداول مجموعة من الإحصائيات للمقارنة ما بين النجم المصري محمد صلاح والنجم الجزائري رياض محرز، المباريات 43 لكل منهما، أهداف رياض 14 هدف أما النجم المصري 24 هدف، أما التمريرات الحاسمة رياض 4 تمريرات محمد صلاح 8، دقة التمرير 82% لرياض محرز و 75.4 لمحمد صلاح، أما المراوغات الناجحة فكانت 19 من نصيب الجزائري و 89 من نصيب محمد صلاح. هاشتاج فخر العرب تصدر ترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام اللي فاتت، الجميع يتساءل من هو فخر العرب الحقيقي؟ هل هو النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا والمرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم واللي فاز بالدوري الأوروبي مع ليفربول، أم النجم الجزائري رياض محرز اللي قاد فريقه لنهاية أمم أفريقيا وقاد فريقه أيضا للحصول على الدوري الإنجليزي؟ وكالعادة اختلاف كبير جدا ما بين محبي الرياضة في العالم العرب، بعضهم بطبيعة الحال يرى محمد صلاح هو فخر العرب، زي عبده بيقول ما فيش غيرك فخر، انت فخر الجميع أبو مكة. كمان محمود شايف أيضا محمد صلاح بيقول: ويظل محمد صلاح فخر العرب الحقيقي حتى يبدأ في إطلاق التصريحات، خصوصا مع موجة الغضب على محمد صلاح والانتقاد له بسبب تصريحاته الغير مسؤولة في الفترة السابقة. أخيرا حسني شحاتة بيقول أو حسني شيتا بيقول: فخر المصريين والعرب محمد باشا صلاح، شاب ناجح فرح قلوبنا كتير ولسه هيفرحنا أكتر بإذن الله، وكل إنسان ليه غلطاته اللي بيتعلم منها عشان يكون أفضل، هاشتاج فخر العرب. دول اللي كانوا شايفين إن محمد صلاح هو فخر العرب، وبطبيعة الحال أنا واحد منهم. أما اللي شايفين إن محرز هو فخر العرب فمنهم منعم بيقول: فخر العرب لقب يؤخذ من الواقع وليس باستفتاء المواقع، خضراء يا محاربو الصحراء، وطبعا جايب صورة لمحرز وصورة كذلك للمنتخب الجزائري. أما ريمو بيقول: ابننا وفخرنا وفخر كل محب له في العالم رياض محرز، وهاشتاج فخر العرب الحقيقي. أيضا صاحب التدوينة بيقول أو ليونيل بيقول: انتهى الجدال وحسم الأمر، هذا هو فخر العرب النجم الجزائري رياض محرز. وفي الوقت اللي اختلف فيه المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي هل محمد صلاح هو فخر العرب ولا رياض محرز، بعضهم اتفق على أن فخر العرب الوحيد هو النجم المصري محمد أبو تريكة. عصام بيقول: فخر العرب الحقيقي أمير القلوب صانع السعادة حبيب الملايين محمد أبو تريكة هو فخر العرب الحقيقي. وما زال الترند في سجال ما بين الجمهور المصري والجزائري وبعض الجمهور العربية في انتظار النتيجة، من هو فخر العرب الحقيقي؟ فاصل ونرجع مع لفتة إنسانية رائعة من المعلق الجزائري. أهلا
اهلا بكم من جديد. ما زال امم افريقيا 2019 وما يحدث فيها هي الحاجه اللي بتشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي وكذلك في افريقيا. لكن بعيدا عن الملاعب والكره وبعيدا عن صعود المنتخب الجزائري الى الماتش النهائي، برز اسم المعلق الجزائري حفيظ دراجي. حفيظ دراجي واللي بدأت الحكاية معاه بتويتة نشرها مع مجموعة من الصور داخل مقر النادي الأهلي، وقال سعدت بزيارة مقر نادي الأهلي المصري أين لقيت كل الترحاب من رئيس ومجلس إدارة النادي والأعضاء المحترمين، تشرفت بالاستماع لشروحات حول نادي ليس ككل النوادي بعرقته شعبيته جعلت منه كيان بهذا الحجم. دراجي بيقول شكرا لكم على الحفاوة وعلى المساندة للمنتخب الجزائري في مشواره الأفريقي، ونشر مجموعة من الصور داخل النادي الأهلي مع مجلس إدارة النادي الأهلي مع الخطيب وبيبو وبعض من مجلس الإدارة، كذلك نشر صورة أخرى لدولاب بطولات النادي الأهلي، واللي أعتقد ما فيش في القارة الأفريقية كلها دولاب يسع لكل هذه البطولات إلا داخل النادي الأهلي. لم تكن هذه هي التويتة الأهم اللي غرتها حفيظ دراجي خلال الساعات اللي فاتت، لكن تويتة أخرى اهتم بها الجميع وهي زيارة قام بها حفيظ الدراجي لمنزل النجم المصري محمد أبو تريك، والتقى فيها بوالدته وقال أحلى جلسة وأحلى غدا بلدي، ما أحلى عائلة في قرية نهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريك. شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري. طبعا المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي تلقوا هذه التغريدة بالحفاوة والترحاب. هاشتاج حفيظ الدراجي تصدر الترند في مصر خلال الساعات اللي فاتت بعدد تغريدات قارب على 42 ألف تدوينة، منها عادل بيقول سيدي حفيظ دراجي ما فعلته لا يجرؤ أحد بمصر أن يفعله، كل التحية والاحترام لشخصك الجميل. والصورة التي تم تداولها لحفيظ مع والدة النجم المصري محمد أبو تريكة. تدوينة كمان أيضا من فتحي بيقول أنت راجل شجاع ومحترم، إقبالك على زيارة بيت أبو تريكة أثبت ما قلت في أول كلامي، تحية لك لموقفك الجيد الذي أثنى وأسلج صدور محبي تريكة وأحرجت فلول الطاغية. آخر تدوينة في الموضوع والتعليق على زيارة دراجي لبيت أبو تريكة باخدها من مجدي بيقول اللي عمله حفيظ دراجي ما عملهوش محمود الخطيب وما عملهوش أي من أبناء النادي الأهلي نادي القيم والمبادئ لإعلاء مبدأ من خاف سلم. هكذا تفاعل المصريين مع زيارة حفيظ دراجي لمنزل محمد أبو تريكة، وهكذا تفاعلوا مع هذه الرسالة اللي بعتها حفيظ دراجي لمحمد أبو تريكة. إن كنت أنت ممنوع من دخول مصر وحضور أمم أفريقيا فإحنا كلنا موجودين معاك، إحنا كلنا بنسعى من أجل إسعادك وإسعاد محبيك في كل حتة في العالم. كده مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أشوفكم بكرة قبل نص ساعة من دلوقتي وحلقة جديدة من شير. السلام عليكم. We'll be right back.